أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إدارة الأمن العام في إدلب تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بالعمل لصالح سلطة الأسد في المنطقة الوسطى ومنطقة جسر الشغور غرب إدلب. الشبيبة الثورية التابعة لقسد تختطف طفلة تبلغ من العمر 13 عاما من تل رفعت بريف حلب وتقتادها إلى معسكرات التجنيد الإجباري. مظاهرة في ساحة الكرامة وسط مدينة سويداء اليوم تطالب بالحرية والتغيير السياسي. مقتل عنصر في صفوف قسد برصاص مجهولين على دراجة نارية في بلدة جزرة البوحميد غرب دير الزور. مقتل شاب من أبناء مدينة الرستن جراء اشتباكات محلية مسلحة في محيط المدينة بريف حمص الشمالي حسب مراسل حلب اليوم. الجيش اللبناني يعلن إحباط محاولة دخول 50 سوريا بطريقة غير نظامية عبر الحدود اللبنانية السورية في منطقتي شدرة والعوينات.